هلا يلا يا عمي، وينكم ناطرينكم ناطرينكم. هلا عالوقت عالوقت يا عمي. خلصوا المناقيش ونحن نقول هلا بيوصلوا بعد شوي بيوصلوا. يعني حماتنا بتحبنا. اكيد تسترجي ما تحبكم. كيفك يلا حبيبه قلبي؟ بوسات. شو اخبارك جوني؟ وينك نور. وينك؟ اشتقنا لك. يسعد. لحظه بتعرفي شو انا بقعد هنيك حدا. اوكي يا هلا يا حبيبي. لحظه انا عرفت ليش انت هربتي من الشوب هون. صباح الخير. وك صباح النور. كيفك يلا؟ انا مشتقت لك. دخليك ليه سموها بستين العصر؟ يا بلدينا بالاسئله من الصبح. يا الله يساعدني على جوني. صرنا من الطريق انا وحبيبه عم نتحذر. ليه 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 قلنا ما قلنا الا يلا قولي. هلا انا قد ما بعرف يعني قد سامعه بس دايما مزبوطه الخبريه مش مزبوطه ما في اكد لك. شو بتقول الخبريه؟ بتقول انه صار في مشكل بين ضيعتين هون، بين البستين هون كان اسمها البستين، وبين ضيعة تانية لأنهم هون مشهورين بيحملوا العصي وبيخبطوا فيهم. أوكي. ربحوا المعركة صاروا هون مسميينها بستين العصي إنه بيحملوا عصي. يا وح. هلا أنا هيك قالوا لي بس إنه يعني ما تعلق خناقة مع حدا هون أبدا. أوه. لأنه بالعصي. بالعصي. ما هي اسمع لي انتبه يا جوني. دهلك أنت من هون صح؟ ايه انا من ضيعة حد بستين العصي، ضيعة اسمها ديربيلا. اوكي ربيتي هون؟ ايه اهلي بي كان عنده ارض هون وكان يجي يزرعها، كنا نجي معه. طيب بعد المناقيش شو؟ شو عنا اليوم؟ اليوم بدنا نعمل تبولة وبدنا نكزدر بالمنطقة وبدنا نعمل قبلمة ورز. طيبة. سلام يا سلام. ايه القبلمة طيبة. وانت شكلك عن جد يعني بتحبيها لحبيبة كتير. ليه؟ أنا شامم لهون ريحة الزعتر الحلبي. يا ويلي كمشتني كمشتة. شامم الريحة لهون كمشتة. ما في أطيب من الزعتر الحلبي ما تقل. عن جد ما في. عن جد الزعتر الحلبي كتير صراحة ما في منافسة يعني. وأهل الحلب كلهم بياخدوا العقل. مرسي مرسي. بكفي حبيبة يا عمي. بكفي. شكرا بكفي. هي الواجهة. بكفي. بعدين بدي أقول لك شغلي، أطيب أكل وأحلى أكل بيطلع من حلب. خلص شهادة يلا يعني خلص. غير شكل. طيب فإذا رح نتروق ومنرجع ببلش نهارنا الحلو. أكيد نهارنا المعطة. أكيد نهارنا رح يكون كتير حلو لأنه فيه ترويق إتصاج من إيدين يلا غير شكل. يلا يلا عليهم عليهم بلشنا. الكوسيات كنا طلعنا بلا غدا اليوم. وصلنا الطبق الرئيسي. عم بمزح معك. مش رئيسي بس تبولة رئيسية ما هي تبولة؟ هي من المازة أو السلطة يعني هي الكوين. صح مزبوط. بتزين الصفرة اللي دايما موجودة على كل صفرة لبنانية. فتبولة وشو الطبق الرئيسي؟ شو عنا اليوم؟ قبلمة. أوكي باي ذا واي كتير بحبها عن جد؟ يعني اليوم رح تاكل كتير أطيب قبل ما لعيونك يا جوني. سلم إيديك. هلأ أكيد ما قلنا للمشاهدين شو بدنا للتبولة لأنه معروف التبولة. إنه ما في بيت بلبنان ما بيعرف التبولة شو من شو تتألف. لحظة. طيب برات لبنان. إيه ما هيدي هي النقطة بدي لكم إياها يا صبايا. إنه إيفن بيوروب أخذوا منا التبولة بس بيعملوها هيك بغير طريقة. إيه بطريقة بس إنه سوري يعني إذا حدا عم بيتابعنا من يوروب تبولتنا هي أطيب تبولة وبس. ليه؟ لأنه البقدونس تازة، البندورة
مين جابها؟ مين جاب البنادول؟ جاني. لحظة دقيقة، كات رجع عدوة، كفي أكتر أكتر بعد. مين قطف البنادورة؟ إيه؟ جاني. أطيب بنادورة لأنه جاني قطفها. تمام. خبرة خبرة. سو بيلزمنا للتبولة بقدونس، بنادورة، حامض، وبصل، وملح. وبس صح؟ وبهار. وبهار فيك تحطي مع بهار، فيك تحطي ايه في منهم بحطه. تعرفوا شغلة لح عن جد، إيفن التبولة فيك إذا بدي كل بيت أو كل ست بيت بتحضرها على طريقتها، يعني في منهم بحطوا مع دبس الرمان. مزبوط. تحكي صح. صح. في منهم بي يعني غير عصير الحامض بيبرشوا قشر الحامض. مزبوط. مش الأبيض لأنه الأبيض بمرمر من برا. مزبوط. هيدي يعني اللي لونه أصفر بتنبرش وبتنحط مع التبولة كمان تعمل، أو بالأحرى بتعطي طعم طيبة، إبر طيبة. صح. وفي منهم بيحطوا برغل، وفي بعض الناس ما بيحطوا برغل. بس البقدونس كتير ناعم. مين علمك تفرمي بقدونس؟ إنه أهلي، لأنه شوفهم كل يوم مع العادة. كم مرة جرحت إصبعك؟ أول ما بلشنا كنا صغار أكيد كنا نجرح إصبعنا. أوكي. كنا نتحشر إنه بدنا نطبخ. تتذكري بأي عمر بلشت تفرمي بقدونس؟ ممكن شي 10 سنين. أوف. 11 سنة. أوف. ما هي حشريت الولد إنه بده يساعد. أوكي. ماما في نحلة. بس أمتين بطلت أجرح إيدي. شو في نحلة؟ النحل بيجي على الجمال. على العسل. على العسل. على الوردة. هلأ لحظة مشاهدينا، نحن عم نطبخ بأجواء بالطبيعة. بنص الشجر يعني ممكن دبانة تجي من هون، برخشة تون من هون، نحلة تجي من هون عادي صفا. أكيد. أصني شي. أكيد. أوه أنا هون. أنا هون. لحظة خليك شوي. لحظة لحظة خليك. خليك خليك هيك كل الحلقة. كل الحلقة. شكرا. خلاص خلاص. بنفرم بندورة. اي. لحظة بلشي بالبصلة. البصلة تكرم عينك جوني، شو بدك نبلش؟ بدي أشوف إذا بتبكي على البصلة أو لا. لا تعودت. إيه. البصل الحر كتير ببكي، هلا هو بدمعه أكيد، بس إنه في ال بس بيطهروا العيون بيقولوا. إيه. نحن تقريبا بقتين بقدونس. إيه عملنا تقريبا بقتين. تقريبا بقتين. بصلة. هودي البقدونسات كمان البقدونس جوني حوشهم من الجنينة من هون. هلا اكيد بدها تطلع التبولي غير شكل. يلا انا محمسه للتبولي. يلا يا حبيبه جعت الهيئه. يس. يعني ساعدك بشي تنهيك حبيبي. هلا بتساعدينا بالاكل يا حبيبه. ها يلا خلصنا. انتم لاحظين اليوم الكادر باي ذا واي، نحن مش لحالنا، نحن عاده على السات بنكون ثلاثه، حبيبه انا والضيفه ضيوفنا يلي بياخذوا العقل. سمعتوا؟ سمعتوا ليكو ورانا شو فيه؟ خواريف ما أهضمون. معزق. لك هيلك 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 عم تنط على الشجرة. صحتين. هلا مطعميهم تبولة بالأخيرة. لحظة خليكم أنتم بين ما تخلصوا لأنه بدها ورقة. خليك دقيقة بدها ورقة بس. دير بالك على حالك بدنا نكفي الحلقة. لحظة لحظة جاي جاي. شو بك يا حبيبتي جاي ساعدك تعال. يلا يا حبيبة هلا الشمس شوي قوية بدو يدبل تنلحق حالنا البقدونس. يلا عم نلحق حالنا. صحتين هدي تعال. عن جد جوني بيعرف يحوش بندورة ويحوش بندورة. لك شو منيح. طيب هيك ايه. شكلها كبيرة ومنا مستوية ومنا عجرة. لا لا صيبة. خلاص بدنا خليه يقطف كل مرة. شكلها جوعان. يلا تعي تعي. في كتير عالم بيحبوا البندورة قليلة بالتبولة. في عالم بيحبوها كتير. مزبوط. انت كيف؟ لا انا بحب البقدونس يكون طاغي اكتر. صبايا دقيقة انا لانه عاجق علي هون. بونجور تفضلي على الغداء. يا جوني كلهم بيحبوك. اهلا وسهلا. صحة وهنا. يلا تفضل. صحة وهنا. يلا رح اتركهم. عزمها على التبولة جيبها معك. جوني شو؟ عزمها على التبولة. ما تتخلص حرام. شو تتخلص؟ التبولة. جيب هديك الصغيرة. شفتها ما أحلى هديك عم تاكل شو اسمها.
كنا عم نحكي عليك يا جوني. شو بالمنيح؟ أكيد جميل حكى عنك غير كل شيء منيح. عم نقول إنه تقطف البندورة قطفها مزبوط. إيه ولو مثل ما نحنا بدنا إياها. في تراكتور هونيك بدك تقوم تعمل لك هيك. وين؟ أوبا قوم عمل لك برمة وتعالى كانت خلصت التبولة. أوكي يلا. أوكي يلا. أوكي. أنا اذهب رح روح بالإذن. تعرف تسوق؟ ولو ولو هيدا معلم. يلا معلم. يلا برجع بتكون طبولة خلصت. بتكون yes. خلصت يا جامي. تبولة يلا يا جوني. يا انتوا رجعوا روحوا كفوا لعب. اوكي وبدها تخلص التبولة بقلكم. اوكي يا ثانك يو اي لاف يو. بتعقدوا دخيلك بدنا نكمل. خلصت التبولة. اقعد اقعد. شو هالمشوار حلو انبسطت؟ اوه قتل كثير حلوة هيدي عفوا. حسيتك هيك مبسوط وانت عم تشوفر. ايه نعم بشوفر مزبوط. ايه وخبرة ملكة ملكة للقصة. انا داخلكم شو كنتوا عم تعملوا؟ خلصنا خلصنا التبولة بدنا نخلط. خلصت؟ ايه. اوكي حط ال بدنا نخلط. هلا بدنا نخلط التبولة. كثير منيح. وهيدا الحامض اللمسة الأخيرة هو اللي بيطيبها الحامض. بلا الحامض ما بتطلع طيبة. صح. أكيد بدنا نرجع نذكر المشاهدين شو بدها التبولة. كتير سهلة وكل الغراض موجودين بالبيت. بقدونس، بندورة، بصل، زيت زيتون، حامض، ملح وبهار. وجوني بحب يحط لها شوية نعنع. نعنع أو دبس الرمان أو قشرة الحامض هيك تنبرش شوي كمان. أوكي. الأكل ذوق وصحة وهنا. وإضافة الزيت هلا بدنا نخلطها.